مثلا في طريقة معينة قبل لا يصير الفراغ ويتساقط الشعر، ستنا كيف استعمال الزيوت نحط الزيت من الفروة أو من بالضبط؟ تحت؟ عم بيقولوا شي فروة غلط، استعمال شعر الزيوت غلط. المقلدة الغير مهدرجة علميا وصحيا هي تسبب أذى للشعر. احنا حكينا بالحلقة حكينا بالحلقة الماضية بس الزيوت الكريم. المهدرجة كتير بتعمل على تكنيك الشعر، أما الزيوت اللي مش مهدرجة. هلأ بقولوا إيش المهدرجة؟ يعني المهدرجة إحنا عند الأخصائيين والمصانع اللي عندنا الطبية عم بتهدرج الزيت اللي بيطلع بخار وبنزل وبتعبى بأزايز وبتعبى كذا تحت إشراف مهندسين وطبيين في الموضوع هذا. لكن إحنا عندنا كيف بنتعامل مع شعرنا؟ زي ما حكينا إحنا عندنا بتساقط الشعر. في اليوم شفنا شعرة شعرتين ثلاثة على المغسلة، ثالث يوم نفس الشيء، ثالث يوم على المخدة ملان الشعر، والله ما فيها غلط، بروح على مركز تجميل عند أطباء عند دكاترة بقول له شعري بتساقط بقدر عند مسيو يعطيك الحل. خليل عندي يا ستي تكرم عينك، بقول لها شو الحل لك؟ اليوم في أجهزة متطورة بتفحص بصيلة الشعر، بتفحص علمة الشعر، بتفحص حراشيف الشعرة، ساء الشعرة، بتشوف الوضع. وبننصح للشعر إنه مش أي كريم منيح للشعر، روحي على مثلا أنت شعرك جاف، نروح نحط له شامبو جاف كمان، لا 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 ما بزبط الحكي أكيد هذا، بدنا أكيد. نحط له ولا زيت الشامبو. الزيتون بنفع على الشعر زيت الجاف، الزيتون للشعر، يعني احنا كثير حكينا زيت الزيتون في مادة الحامض، مادة هذا يعني الحامض كثير بين بيأذي البنات الشعر. منتشر لو زيت سخنا الزيت على قدر دقيقة دقيقتين بتخرج مادة فتور. الحامض منه، نعم، وبنقدر ندهن شعرنا. والزيت الزيتون مبارك، إذا ربنا بارك فيه، فهمتي علي بالقرآن بس كيف؟ له الدين طريقة صح. والزيتون كثير منيح يعني. فهون بنقدر نعطي علم للشعر. الشغلة الثانية بنصح السيدة تتحمم شعرها كل أسبوع 3 أيام، تحمم ثلاث شعرها مرات كثير كثير. أسبوعيا نعم، ثلاث أفضل مرات. 3 مرات أسبوعيا. وحمام الزيت إمتى بيكون؟ حمام الزيت ما في غلط لو كل أسبوع عملت حمام مثلا زيت كل أشعرها خميس كل لمدة سبت ربع كل ساعة، شعرها أحلى وبنشرب هيك وبصير ملمسه ناعم وبصير كثير كثير. أما كل يوم حمام زيت برضه بضر الشعر. اللي بيعملوا حمام زيت بالبيت كيف تحط حمام الزيت؟ تحط يعني الكب طاقية الطاقية أو تحط البلاستيك، إذا فوقيها حمام زيت كثير هوت اور منيح كولد؟ يس في نوعين عمقين. بنمسكه احنا شوي قدر معلقة، يعني بنحطها بصحن هيك وبنحط على الشعر مع الفرشاي أو بإيدها بتفرك كيف هالشعر. تاخذ الحرارة زي الستيم؟ الستايمر، الستايمر بالصالونة، وانت بتقعد تحت الستايمر، اكيد كل بيت في ستايمر الايام هاي، في أو بخار بتقعد سشوار او عادي سشوار يعني هيك شوي من بعيد نص بتخرق ساعة ربع عينك. ساعة لا لا وعادي لو 10 اجى على دقائق الجذور اكثر من 10 دقائق حمام الزيت نوغد بياخذ كل باخذ على الكمية الوضع. اذا كان الكافية. بخار كويس وكان اكشي كثير منيح وفي بعطي بخار هالحمام هالبخار بعطي لها الشعر كثير منيح، وتترك شعرها لمدة ربع ساعة هيك وتنشف شعرها وتشطف بيرجع شعرها كله. بس حيوي. بعد حمام الزيت وتروح تحط شامبو، لا غلط، نو لا لا ضل حمام مي الزيت على تشطف. طول، نعم تشطف مي مي على طول. فاترة، المي السخنة كثير بتضر الشعر، كثير 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 بتضر الشعر. معنا اتصال. الو محمد خالد من المفرق، الو صباح الخير. الو محمد. الو السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام. وده نسأل هالمسيو خليل. أكيد تفضلوا، وبصبح عليك وعلى كل أهالي المفرق. مسيو خليل. احتراماتي يا سيدي، صباح الخير. سامعني يا أختي مسيو خليل؟ تفضل يا صديقي. عندي شعر في براسي يا مسيو خليل ساقط، شو علاج وهذا؟ هلا بنجاوبك يا سيدي، خليك معنا. يعني قديش بتساقط، كثير ولا شوي؟ بتساقط شعرك كثير ولا شوي؟ كتير بتساقط. هلا معدل التساقط الشعر 180 شعره كل يوم او يعني 100 تقريبا، بس انت ما 180. بتشوفيهم، لو بتشوفهم بصير مصيبه بعد ما بتشوفهم 180 شعره عم تتساقط. ما ببينوا هذا الطبيعي اكيد. حبيبي انا عفوا، بالنسبه لتساقط الشعر للرجال هو لازم انت بتقص شعرك، مثلا دائما بتقص شعرك، بتراجع الحلاق او الكوفير يقص لك شعرك. اثنين، روح لمختص او زورنا في مركزنا عندنا بيوتي سنتر جونيا كمان للرجال، فهمت علي كيف؟ بنقدر نعمل لك تكنيك للشعر، نفحص شعرك ونعطيك النتيجه لشعرك باذن الله. معنا اتصال من صديق البرنامج عبد الله. الو عبد الله. الو صباح الخير. عبد الله السواعي تفضل، صباح الورد. صباح الخير لك استاذ احلام، وصباح الخير لمسيو خليل وكمان يا حقيقه احنا بنحييكم على البرنامج. اعطينا مداخلتك على السريع لو سمحت مستر عبد الله عشان عندنا اتصالات. الله يحييك. الله يعني بنصب عليكم، بس انا سؤالي لمسيو خليل. تفضل. خليل حقيقه يعني المعروف، وانا بشوف له يعني سؤال دائما بشوف له اعلانات بالبسيط وبالممتاز، وحقيقه لا احنا بدناش اعلانات للجرايد. لا لا بس بدي اسال سؤال
لمسيو خليل انه احنا يعني غير بالعاصمة عمان، ليش ما يفتتح يكون له يعني فروع اخرى في مثلا من وين بتحكينا لو سمحت؟ انا عبد الله السواعي من محافظة عجلون. محافظة عجلون، صباح الخير وحي الله فيك كل اهالي عجلون. في لمسيو خليل فرع بلبنان كمان اذا بدك. بدنا فرع في عروس الشمال. بدنا فرع في عروس الشمال اربد، في عروس الشمال اربد مسيو خليل اربد بتجنن يعني. شكرا لك مستر عبد الله. سيد عبد الله بشكرك وصباح الخير لك، وان شاء الله يا رب باذن الله. انا اعطيت محاضرات في اربد كثيره جدا للنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل، وأعطيت حتى بالطفيلة ذهبت وأعطيت محاضرة عن الشعر والعناية بالشعر. وإن شاء الله إحنا سواء في عمان قلوبنا معكم دائما، يعني سواء بعجلون، عجلون بتعز علي وكتير ما كتير بتفكر منيحة. تفتح بالمحافظات أفرع والله لا قدام إن شاء الله بإذن رب العالمين، لكن أنا بتمنى أنك تزورنا ونعطيك أي استفسار لإلك على في محلنا في بيوتي سنتر خليل السيد، وأهلا وسهلا فيك أخ عبد الله، وبشكرك وسلامي إلى أهل عجلون دائما. سلام إن شاء الله. سلامنا لعروس الشمال. مسي خليل، هلا الستات اللي بيعانوا من مرض السرطان أو البهاق لهم حل لشعرهم بتساقط بنزرع لهم حل أو باروكة أو شو الحل لهم؟ أول بطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض، ونطلب من الله بالأيام الفضيلة وهالأيام الجليلة عند رب العالمين إنه كل ست عندها مرض يشفيها بإذن رب العالمين. كثير من السيدات راجعونا بالنسبة لأمراض الكانسر وأمراض، لأنه الكانسر بعد الجرعات الرابعة والخامسة عم بينزل الشعر وبكت الشعر وبينزلوا الحواجب وبينزلوا الرموش تاعونها، فبتحتاج إلى عملية باروكة بتكون ست مثل القمر. الله يشفيهم يا ربي، وبدعي لهم من قلبي عن جد بإذن الله تعالى. الله يشفيهم، يشفي كل مريض. بكت شعرها في خلال نقول ثالث جلسة كيميكالز لها أو كيماوي بنقول لها هيدا، فبتصير الست الشعر. أول ما تفكر حتى الدكتور لما بدخلها وبعطيها الجرعة عم بنصحها بقولها بده يصير معاكي هيك لا تخافي، بده يصير معاكي هيك لا تخافي، حواجب رموش شعر كله. لكن بيوقع. احنا ان شاء الله في ستات بنقدر نساعدهم في باروكة للشعر كتير كتير مرتبة مثل لون شعرها ما يلاحظوا عليها الناس، بنقدر نعمل تاتو لحواجبها بطريقة صحيحة علمية بنفس مكان حواجبها سابقا، بنعمل لعيونها نبينهم في خط ايلاينر خفيف جدا، وبننصح السيدات انه هذا مؤقت عبيد ما يطلع شعرك باذن الله تعالى ونشوف هالاوضاع. الو صباح الخير، بعد اذنك بدي اخذ اتصال. الو صباح الخير، صالح الحويتي من الباديه الشماليه. انا بشوف برضه الرجال مهتمين في مسيو خليل مش بس الستات. الو صباح الخير صالح. صالح الحويتي من الباديه الشماليه. الو صباح الخير عليك وعلى الضيف الكريم. تفضل. اهلا فيك اخ صالح، انا معك تفضل. تسمعني من التليفون لو سمحت مش من التلفزيون. بدي يعطيك العافية أخ خليل. تفضل. الله يعافيك. يعطيك العافية أخ خليل. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. بدي أسأل بالنسبة للشيب. نعم. الصوت مش واضح عندكم بس بدي أسأل. نعم نعم سامعك، بالنسبة للشيب تفضل بسؤالك. أنا معك. سؤالي إنه الشيب، أنا الشيب نتيجة أنا مش سامع والله عندكم، بس بدي أسأل سؤالي ممكن؟ تفضل اسأل سؤالك وإحنا بنجاوب عليه بعد ما ناخد اتصال من. شكرا لك. حمد السعودي تفضل. بالنسبة للشيب عندي نتيجة. شكرا لك. سؤالي بالنسبة للشيب إنه بالنسبة للعطور المواد الكيماوية في له علاج ولا لا؟ يعني إحنا الشيب. الشيب الشعر. شكرا لاتصالك وناخد محمد السعودي. ألو صباح الخير محمد. صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. نصب على ضيوفك الكرام. احنا بنصبح عليك اكيد. انا محمد سعودي من الطفيلة بحكي معكم. يا هلا بالطفيلة. اهلا فيك كل اهالي الطفيلة. الله يبارك فيكم. والله في انا مشكلة بعاني منها يعني. تفضل. لما اغسل شعري بصير تساقط الشعر. مش سامعة. لما اغسل بتساقط الشعر، لما بتغسل شعرك عم بتساقط الشعر عندك. عم بيتساقط الشعر. أيوة. كنا نحكي في الموضوع هذا قبل يعني. شوي. شو علاجه مثلا يعني في صابون مخصص له مثلا في مثلا. طب نشكر اتصالك ولا ناخذ جواب من مسيو خليل بعد ما نجاوب على سؤال صالح الحويطي من من باديه الشماليه على الشيب. يا ستي بالنسبه ضحكوا ليش؟ بالنسبه للشيب
يعني احنا بنعرف انه علميا لما بتفقد ماده الميلامين للشعره وماده الاسباغ الموجوده في الشعره عم ترجع الى بياض. اليوم في مصطلحات علميه كثير وبنسمع بالاسواق الشيب بروح بعد 5 دقائق برجع لو كل الناس استعملت وراح الشيب من عندها. الشيب خلص فقدت هالماده صارت بيضة صعب ترجعها سوداء، فعليك بالصبغه اللي افضل لإلك. اما العطور المركبه والتركيبات الموجوده هذه اللي بتركبها الفيش في الاصنصات والصبغات العاليه، حتى لو تحطها على بشرتك بتلاقيها الكلف والنمش والحب الشباب عم بيطلع، حتى اذا بترش على شعرك برفان، في شباب كتير برشوا على على شعرهم برفان بيأثر شوي، بتمحي هالماده الموجوده، ماده الصبغه الموجوده في هالشعر. فبنصح لك اذا انت تعودت انك تضلوا في شويه شيب فخلي هالشيب، اذا تعودت على الصبغه فبنصحك كل حلقه يعمل لك رنس لهالشعر الكوفير عندك، بتقدر تخفف من الشيب. وسؤال محمد سعودي، بالنسبه للاخ محمد سعودي صباح الخير، بوجه لك تحيه مني بالطفيله لكل اهالي الطفيله، لكل اهالي الطفيله، وانا عملت في قصر المؤتمرات في الطفيله محاضره وكانت موجودة عن الشعر وعن الفيشن، وكتير كتير كان معنا الأستاذ بنذكره بالخير تيسير سليمان عضو مجلس نقابة، ومن هالشباب الطيبين جدا بوجه له كل احترام، وأعضاء النقابة بوجه لهم كل احترام. بالنسبة لتساقط الشعر، أي شخص عنده في عمره في 30 في 25 في 28 عم بتساقط الشعر، فشفت أنه تساقط الشعر كثيف جدا عندك وأدى أنه فيها الصلع حل مبكر، عندك عليك تراجع مركزي بيوتي سنتر خليل السيد، بتراجع طبيب، بتراجع اي شخص مختص لكي انه يحل لك هالمشكله اللي بتتصاعد فيها. مسيو خليل، سؤال شائع جدا بينات الناس كثير عم بيقولوا انه اذا قلعت شيبه بيطلع محلها اكثر، فهذا في منه ولا بس معتقدات وخرافات؟ خرافات. اها خرافات، ما شو يعني خلص الشيبه القلعه بيطلع محلها شيبه ثانيه، لا تشيلها خليها بيطلع محلها 10. هذا حكي خرافات ما في منه، انه البصيله هي الشيب حلو للشاب، الشيب حلو للشاب، شويه هالسوالف انه اذا شلناها بيطلع محلها 10، شويه دقنه فيها شيب حلو. الشيب بعطي وقار كثير، وبناش نقول كيف غنى المغني، فاحنا بنقول انه الشيب حلو احيانا لبعض الرجال. إذن مشاهدينا سؤالنا لحلقة اليوم، أنا يقع بيوتي سنتر خليل، الجائزة مقدمة من بيوتي سنتر خليل من أكيد مسيو خليل السيد بقيمة 150 دينار، بقيمة 150 دينار تنظيف بشرة فيشل للوجه. اتصلوا على الأرقام الظاهرة على الشاشة قدامكم لتجاوبوا على السؤال، والحلقة الجاي بعلن اسم الفائزة بهالسؤال. إذن مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشكر سؤال مسيو خليل، احنا كثير عندنا اسئله كثير عندنا، وللحديث بقيه زي ما بنقول بالنسبه للشعر. بدنا نشكر سماح من صالون خليل السيد، بنشكرك لوجودك معنا ونتمنى تكوني معنا برضه الحلقه الجاي. شكرا لكم كثير. كلمه تفضل. اعزائي المشاهدين، انا معكم بالحلقه الجايه يوم الخميس عن الصبغات وعن الكيميكال، واي سؤال بتحبوا تطرحوه عن الصبغه انا مستعد اني اجاوبكم واعطيكم نصائح كثير عن الكيميكال، وبتمنى انكم اليوم احنا ما ضايقناكم، وبتمنى اليوم نكون احنا في قلوبكم، وبتمنى نتواصل معكم دائما في جيتي بوقتك يا خليل، ويسعد صباحكم صباح الوطن الجميل. اذا مشاهدينا هيك بننهي الحلقه، وبشكرك سماح لوجودك معنا. تسلمي، شكرا لك احلام، اكيد نورت الحلقه اليوم. شكرا شكرا لك لاعزائي المشاهدين. اهلا فيك. اذا مشاهدينا هيك بننهي حلقتنا اليوم، وكونوا معنا يوم الخميس مع مسيو خليل، مع مسيو خليل بيحلى التجميل، مني أنا ومن فريق العمل ومن المخرج. بقولكم شكرا لكم، وتابعوني يوم الخميس بإذن الله في حلقة جديدة من صباح الخير في أردن الخير.